الانتخابات الديمقراطية والانتخابات الحق الحقوق المواطنين. صفات المرشح يلي حضرتك رح تنتخبه كيف تتمنى؟ بده يكون يعني مع الوطن مع الشعب، بحب شعبه، بدير باله على وطنه وعلى حقوق السكان الوطن والعمال والفلاحين، يعني الطبقة الكادحة. نحن كتير مبسوطين بالانتخابات السنة لأنه في حالة ديمقراطية يعني جاري بشكل. والله بتمنى الأمان، الأمان أكثر شيء. أكيد الانتخابات هي تقرير مصير للسوري، مشان ما يضل لعبه بايد الغير. السوري حقه الطبيعي هلا ينتخب، يقرر مصيره بذاته، ينتخب الانسان اللي بيلاقيه هو جدير يطلعه من هالمازق اللي هو فيه. انا مواطنه من هالشعب ولازم شارك. لازم كلياتنا نشارك بالانتخابات، ما لازم اصلا نخلي حدا يتغلب علينا، هي حقنا وهي بلدنا. طبعا راح نشارك بالانتخابات لانه نحن بنصنع الديمقراطي، نحن بنصنع الانتخابات، ما الغرب اللي بيصنع لنا الانتخابات. نحن جايين لننتخب وبنتمنى من كل مواطن سوري شريف وقلبه على هالبلد يجي ينتخب. هذه الانتخابات يعني بتفيدنا احنا كشعب سوريا، لانه هي واجب وطني علي، وانا مبسوطة كتير لانه بحق لي، لانه كفيت 18، خلصنا من هالارهابي هي، لانه عن جد تعبنا. بدنا نقرر مصير سوريا كلها كلياتها عن طريق انتخاب رئيس جمهورية اللي راح يقودنا نحو المستقبل.